اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد امه وعلي وصحبه وسلم اصحاب النبي وزواد النبي ذريات النبي وعلى بيت النبي جميع امه النبي چار اور پنج تن پاک احمد مصطفى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله عليه الصلاه والسلام کا ثبوت کا صبر کا دنیا سے سفر کائنات محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں پہنچ گئے۔ آمین۔ مولا علی مشکی کو شرف شریف خدا مرتضی ابن طالب کرم۔ آمین۔ یہ پانچ مزرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔
آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خلق الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه واله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. ہمارا کھول کر رکھ، اللهم کھول. یا علی مودی،